هو انت لسه ما تعرفش بشتغل ايه؟ بساعد الناس وبساعد نفسي. مش فاهم. ببيع للموظفين كل اللي نفسهم فيه ومش قادرين يدفعوا ثمنه فوري. انت متجوزة؟ كنت. وطلقت ليه؟ ما اتطلقتش، ربنا ريحه مني. ياه، للدرجه دي كنت زوجه متعبه؟ لا، حبه ليا اللي كان تعبه. معاه حق طبعا. ما تيجي تقعدي تستريحي هنا، تعالي. هو انت مش ناوي تشوف البضاعه ولا ايه؟ بضاعه؟ بضاعه ايه؟ اللي في الشنطه. في الشنطه؟ خلي الشنطه دي بعدين. وايه هو بقى اللي قبلين؟ انت باين عليكي لمده قوي. هو انا قلت ادبي لا سمح الله؟ ما تقدريش. لا اقدر، لو اللي قصادي قل ادب. التليفون بيرن. خليه يرن. خليكي قاعده مستريحه. خليكي قاعده. لا كتر خيرك. بقول لك ايه، زينات يا فندم زينات، روح هناك بقى اقعد على كرسيك. انت عارفه اللي بتعمليه ده غلط وممنوع. غلط ليه بقى لا سمح الله؟ ممنوع طبعا اي بياع يخش مصلحه حكوميه ويبيع فيها، ده مكان شغل. بس دي مش اول مره، انا جوزي كان بيجي هنا بيبيع وغيره وغيره. كان زمان، كان زمان قبل انا ما امسك الاداره هنا. مش حرام عليك تقطع عيش الناس وتحرم الموظفين الغلابه انهم يلبسوا ويتزوقوا؟ عندهم المحلات بره كتير يشتروا منها، قلتلك قبل كده هنا مكان شغل. ايه الناس حالها يصعب على الكافر، ما عندهاش تشتري فوري. المحلات دلوقتي كلها بتبيع بالتقسيط. بس انا بقى بريحهم على الاخر، واللي ما بيقدرش يدفع الشهر ده بخليه يدفع الشهر اللي بعده. على هم بقى، دي مش مشكلتنا، دي مشكلتهم وهم بقى اللي يحلوا. يا ساتر، هو انت ما تعرفش تتكلم الا لما تحط ايديك؟ بقولك ايه، هو انت تبقي غلطانه وما يعجبكيش اي حاجه؟ ما هو الغلط ما يتصلحش بالغلط يا سعاده البيه. جرى ايه يا راجل؟ هو تليفون شفيق بيه عطلان ولا ايه؟ اصل بطلبه ما بيردش عليا خالص كده. طيب الهي وانت جاهي تخرجي ما ترجعي يا بعيده. انا مش عارفه جوزها طايقها ازاي. ومين قالك يا اختي انه طايقها؟ هو يا بنت لو كان طايقها كانت عينه تزوغ على كل واحده شويه. هو راخر عليه تقل دم. انا مش عارفه هما الاثنين جابوا تقل الدم ده منين. انا عاوز اعرف انت ما بتردش على التليفون ليه؟ طبعا ما انتش فاضي. ما انت عارفه ان انا ما احبش ارد على التليفونات. انا لو رديت على كل تليفون هيجيني مش هشتغل، المصلحه شغلها هيقف. انت هتقولي على اخلاصك وحبك لشغلك. المهم ايه اللي جاب البت دي عندك هنا؟ ايه ناوي تشتري منها شرابات وفانيلات ولا ايه يا شفيق بيه؟ اسمعي يا مدام نجمه، مفيش داعي للغلط. انت مالكيش حاجه عندي، مش هسمح لك تعيبي فيا. انت لسه بتتريقي؟ سامع؟ شايف بتكلم مراتك ازاي؟ انت هنا موظفه، مراتي هناك في البيت. يعني اشوفك غرقان في المسخره دي واسكت؟ شوفي بقى، بقولك حاجه، كل انسان عنده كرامه، ها؟ الزمي حدودك. خليها تلزم حدودها يا شفيق بيه. الله، طول النهار تعب فيا. خلاص ايه يا اختي ده؟ خلاص يا بنتي رواقي. خلاص هو في ايه؟ خلاص يا بنتي، خلاص. تعالي يا بنتي. أف. خدي الشنطه وامشي انت دلوقتي، وانا هعمل لك التسريح تبقي تدخلي بيه المصلحه. يا لطيف، انا عاوز اعرف ايه اللي جاب البت دي تقعد عندك هنا. انا عارف، انا قاعد في مكتبي في امان الله، لقيتها دخلت عليا وفتحت لي الشنطه وتوريني شويه تلالي اللي معاها، عايزه اشتري منها. قلت لها انا ما بشتريش. قعدت تعيط، قالت لي طب والنبي اعمل لي تصريح ادخل في المصلحه. طبعا، وانت قلبك رق مش كده؟ ما انت عارفه ان انا بحب اساعد الناس الغلابه دول. انت هتقول لي؟ قولي لي، انت كنت طالباني في التليفون عشان ايه؟ ثم انا مش نبهتك 100 مره ما تدخليش عليا المكتب غير لما تخبطي الاول؟ هنا مش البيت، انا هنا المدير، هعتبر ده انذار، ولو عملتيها بعد كده انا هديكي كذا. الله، ايه العبارة يا معلم؟ يعني الجو معدي كده من غير ما يدحرج السلام، هو زعلان من حاجة ولا ايه؟
اللي يزعل يشرب من البحر. الله 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 الله، ده انت باين عليك لفيت الدريكسيون على الاخر ورجعت مرشدير. بقول لك ايه يا زينهم، بصراحة ربنا انا لقيتها ما تلزمنيش، سمعتها جايبة من اول الحي لاخره، وكمان والعياذ بالله ما بتخلفش. ما بتخلفش؟ انت محتاجة اهلا معلم، انت ما شاء الله عندك 8. لا 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 لا، انت بتعد عليا اولادها زينهم؟ يعني القر والحسد عين عينك كده؟ يا عم حسدك على ايه يا عم، انت يعني مخلف 8 ومناقش شرطة؟ انا بس كنت عايز اهروشك واعرف ايه اللي غيرك من ناحية زينات. ما قلت لك السبب يا اخي، وبعدين انا حر اتجوز اللي تعجبني. خلاص يا معلم خلاص، حقك عليا يعني. انت خلاص شلت ايدك من الموضوع؟ وانت دخلك ايه يا جدع، اشيل ولا حط؟ يعني يا معلم، يعني اللي ما تبقاش من نصيبك تقسم لغيرك. انا مش عارف ايه غيتك في الكركريه ده، بيروق الدم. هو اللي شغل في السوق دم ويروق. قوليلي بقى انت عامله ايه، الشغل ماشي معاك ازاي؟ نحمد ربنا ونشكره، خلاص سددت كل ديون المرحوم وبدأت بقى اشم نفسي. الف الف بركه. لا مؤاخذه يا حاج، انا نسيت الدين بتاعك. لا 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 لا، ما تحمليش هم، سدديه على مهلك، انا مش مستعجل، وخدي نفسك كمان. كتر خيرك يا حاج، ربنا يقدرني على رد جمايلك. ولو يلزمك اي حاجه، فلوس يعني ولا بضاعه، قولي ما تتكسفيش. هو انا ليه غيرك يا حاج؟ ده انا التجار ما بترضاش يديني بضاعه الا بضمانتك. المرحوم كان زي اخويا تمام. وانت زي اختي، وانا زي ما انت شايفه وحداني. مين؟ مين اللي على الباب؟ حرامي! حرام! حرام! عم اوعى تبا! حرامي يا رب! العوض! حرامي! إنه
بطرت ايه؟ بطرت ايه؟ ليه كده يا عوض؟ ليه؟ 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 ليه يا عوض؟ ما تضربوني ليه؟ مش عارف ليه مصدقك المرة دي يا عوض. كتر خيرك يا فندم، كلك إنسانية. أقدر أمشي؟ هتمشي، بس لو مسكتك تاني متنايل في حالة سكر هعمل لك محضر سكر، مفهوم؟ مفهوم يا فندم، آخر مرة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. أمال مين اللي حاول يكسر شقتي يا سناد؟ طلبك أهو يا حبيبي، هبقى أيده على الحساب. شفيق بيه عايزك. تاني؟ عايز مني إيه الراجل ده؟ مين قال له ان انا هنا؟ معرفش. طب روح قول له ان انا ما لقيتهاش. ما اقدرش يا ست زناد، وانت ما خلصتيش ان هو ياذيني. امري لله. وراي. خد، خلي بالك من الشنطة. حاضر. خلي بالك منها. حاضر. اتفضل. يا اهلا وسهلا. صباح الخير يا شفيق بيه. عم بشير الساعه بيقول ان حضرتك عايزني. خير؟ مالك داخله حاميه قوي كده؟ ما تقعدي الاول وبعدين نتكلم. انا لسه هقعد وهتكلم. في ايه بقى بالظبط؟ ياه، ده انت حتى الكلام مش عايزه تتكلمي معايا. طب على الاقل كنت جيتي بنفسك عشان تشكريني على التصريح اللي انا عملته لك تخش بيه المصلحه وتدوري على الموظفين تبيعي بيه الحاجات اللي انت عايزه تبيعيها. طيب يا سيدي تشكر، كتر الف خيرك. مبسوط كده؟ في حاجه تاني بقى؟ ده في حاجات. ايه هي؟ لا بقى بصي، انا مش هتكلم الا لما تقعدي. انا والله مستريح كده. اتفضل حضرتك اتكلم. رحت عشان الحق زينات تاخد منها حاجه تانيه، لقيتها دخلت مكتب شفيق بيه. لا يا شيخ. يعني ما لحقتهاش. انا بقى فهمتك، يظهر ان انت من النوع اللي ما بيحبش المصالح والشغل. ايه رايك بقى لو خدنا بعضينا ورحنا في جو رومانسي كده جميل ورايق ونقعد؟ لا يا شيخ، انا فاهمك كويس قوي بقى، انا عارفه ايه اللي في دماغك. انا كنت فاكره ان انا واحد من اياهم. تبقى غلطان قوي. بقولك ايه، رواقي، بلاش الحبه بتوعك دول، غيرك عملهم وما جابوش نتيجه. اوعى كده بلا، انا زهقت منك ومن مراتك يا شيخ. انا حاسب لك المصلحه دي باللي فيها، هلم فلوس للموظفين وامشي غرور من وشك. تعالي هنا، مش هتخرجي من هنا الا ما اخلص كلامي. الكلام اللي بينك وبين الولايه الفجره دي. بره يا جربوعه يا الماما، بره يا ماما. وجربوعه؟ لا، ده انت عايزه تتربي بيه. الحقوني الحقوني. ويكون في علمكم كلكم مفيش بيع ولا شراء هنا في المصلحة تاني. يلا تفضلي برا، تفضلي برا، برا. يلا تفضلي، يلا برا، يلا كله على طرفه. اتفضلوا، يلا اتفضلوا، يلا خدوها برا. اوعى تيجي هنا تاني. ضربتها شفت انا ضربتها ازاي؟ خلاص يا زينات ما تعمليش بقى كده. تعالي هي مدام كوكب اتخانقت مع زينات ليه؟ بيقولوا انها دخلت عليهم لقت شفيق بيحضنها. اخص الله يكسفه. الحقيقه زينات اخلاقها مش كده ابدا، هو اللي راجل عينه زيك. ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك، انت عارفه هما الاثنين خانقه. انت بس ما يبقى معاكي حاجه جديده تستنينا قصاد المصلحه. طيب كتر خيرك يا اختي. بصي يا اختي، ما تخافيش على فلوسك، اول كل شهر تعالي حصلي فلوسك من الموظفين. انا بقول لك خليكوا يا رب. بقول لك احتياطي برضو تكتبي اسم كل واحد ليكي عنده حساب. طيب. ما تخافيش، ما تقلقيش. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. عارفه انت محتاجه ايه؟ انت محتاجة راجل يحميك يسندك طول ما انت فرضانية كده.
الناس مش هتسيبك في حالك. بس انا لسه واقفه عدل يا حاج، محدش قدر يكسرني ابدا. لحد امتى يا زينات؟ انت اصلك ما صدمتكش ريح قوية تهزك وتنقلك من مطرحك. انا كل يوم عودي بيقوى، واللي هيقف قصادي يولو مني. ربنا يساعدك ويديك العافية. تفتكر يا حاج اروح المصلحة تاني ولا اعمل ايه؟ ابعدي عن الشر وغني له. الله. طب وفلوسي اللي هناك يا حاج هعمل فيها ايه؟ لميها على قد ما تقدرش وخبطي على باب رزق جديد. خدي اشربي 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 الكركريه عشان يروق دمك. اشربي.